بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. أنا حضرت بالبرتغالي بس ما بعرف كانوا في مترجم أو البرتغالي في بالإنجليزي بعتقد. بس ما في أنا طلبت البرتغالي بس أوكي بدي أحكي بالعربي. بما تيسر من عربي. أنتوا في عم يحكونا من هونيك في أوكي. في يس في أوكي طيب لكن يلا فيه؟ ما هو الطريقة اللي بتريحه شو أوكي مع الوزير بدي إياك تحكي بالعربي حتى حافظ على لغتك الأم يلا كيري أغرادسي سو إكسلنسيا سو ministro das Relações Exteriores do Líbano, o Dr. Gibran. بس استاذ فيك تحكي بالعربي ولو مكسره افضل افضل. شكرا. نحب منك كيف ما طلعت. تفضل. شكرا شكرا معالي الوزير بالعزيمه. شكرا على سعاده القنصل كبلان كمان على يعني انا كثير مبسوط انه موجود ب بمنتدى مثل هايدي يعني هايدي المنتدى نحن بيكون عندنا فكرة عن بكل الدول المهاجرين اللبنانيين شو بيعملوا وشو ناويين كيف بدهم يساعدوا لبنان كيف بدهم يساعدوا بهالفكرة اللي موجودة بكل العالم ونحن اليوم الحمد لله نحن شفنا موضوع المدرسة اللبنانية هذه كتير مهم وممكن إن شاء الله بدنا نتحدث لنجيبها على البرازيل لأنه أكبر جيل لبناني برات لبنان موجود في البرازيل بدي أحكيكم بصورة قديش الجيل اللبناني اللي هاجرت على البرازيل عملت فرق بالشعب البرازيلي يعني قديش هي حسنت الإيدنتيتاد تبع الشعب البرازيلي المهاجرين اللي وصلوا على البرازيل التعامل مع الشعب البرازيلي الشعب البرازيلي اليوم عنده هو كثير بيشبه الشعب اللبناني لانه نحن اللبنانيين علمناهم شو الشعب اللبناني وهن بنفس الوقت تعلموا عن البساطة والتعامل وتعايش تعاوش مع الشعب اللبناني اليوم الحمد لله عندنا نواب بالمجلس النواب عندنا أكثر من 8% أصل لبنانيين النائب رئيس لبناني عندنا رؤساء بلديات في البرازيل فوق ال 100 رئيس بلدية من أصل لبناني يعني الجيل اللبناني ونحن عايزين يعني نجيبهم على لبنان كمان عندنا أفكار كتير بموضوع الانفستمنت في البرازيل ونرجع بالانفستمنت على لبنان بس لو سمحت لي هون بالبرازيل كيف عم تقدروا تحافظوا على هويتكم أو شخصيتكم اللبنانية ما دارس من دون الزوابين يعني كليا يعني عندنا مدارس مدارس من الجهة اللي نقدر نحافظ على العربي أو بس عندنا أشياء أخرى الأكل العربي كمان بعضكم حافظين عليه يعني ونحن ما بننساش إنه كل مهاجر علم أولاده لحتى يرجع على بلده على لبنان حلو ولبنان وطننا كمان ونحن عايزين لبنان يكون لبنان فوق لبنان يكون قوي ويكون فوق الانقسامات الطائفيه والمذهبيه ايد واحد نعم. ايد قوي يعني نعم. شكرا لك وعربيتك ما بتشكي من شيء اتفخزوني العربي شوي مكسر